هنروح لملف بن شرقي. اتفضل. طيب، امبارح كانت في تاكيدات من في امبارح في النادي كانت في تاكيدات من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، وكان منهم برضو الاستاذ امير مرتضى منصور، انه اللاعب فعلا مش هينفع يبقى الموقف بتاعه معلق كده، هيتم حسم الموقف. لكن النهارده ظهرت لغه جديده جدا، انه اشرف بن شرقي بيطلب ضمانات. وانا انا انا بقول لحضرتك ده خبري، خبر الصحفي، ان اشرف بن شرقي بيطلب ضمانات في حاله يعني في حاله ايقاف المجلس ده مره ثانيه او اي حاجه. هو خايف على مستحقاته الماليه. في تطمينات بقى بتقول له انك انت كده كده بتمضي مع نادي الزمالك، مش بتمضي مع اشخاص. والله جددت، كده كده فلوسك هتاخدها من الفيفا، كده كده هتاخد فلوسك. فده اخر التطورات في ملف بن شرقي اللي ممكن يكون فيه جديد الفتره اللي جايه. تمام.